Friday. Are you ready for Tabata workout today? جاهزين اليوم لتمارين تباتا. مثل كل جمعة كنت نزلكم تمارين تباتا، بس كنت نزلكم تمرينين بالأربع دقائق. اليوم رح نعمل أربع تمارين بالتباتا in 8 minutes، يعني رح نعمل 8 دقائق رح نعيدها جولتين. So as I said, I used to do for you only two exercises in the Tabata, but today I'm going to increase it and to do we are going to do four exercises and not 4 minutes, 8 minutes, because we are going to repeat it two times. So get ready and let's do this. جهزوا حالكم، يلا خلينا نعمل سوا تمرين التباتا اليوم، ما حيكون كثير صعب، بوعدكم. So are you ready؟ حيكون عنا فور اكسرسايز، حيكون عنا اربع حركات رح نعملهم، مش تو راوند، خلينا نعمل اربع جولات لانه الحركات عن جد سهلين، اي حدا بيقدر يعملها، ورح اعطيكم رح ابسط لكم حل هاي الكلمه تقدروا تكملوا. اوكي، اللي ما بيقدر كثير كثير عن جد بيجنر كثير مبتدئ في يعمل بس جولتين ويقف عند الجولتين، رح اقول لكم اي متى، واللي بيقدر يكفي معي يكفي للاربع جولات. اوكي، if you can continue four rounds with me just do it. اوكي، let's start. You can use, we're going to use dumbbells. We're going to start with dumbbell. Or if you don't have, you can use a bottle of water. One and a half liter or 2 liters. 1 liter is fine. يعني شو عندكم لتر، لتر ونص، لترين، استخدمهم يكونوا شوي كبير، تكون شوي كبير. إذا عندكم dumbbells، استعملوا dumbbells، بتستعملوا من 4 كيلو، بنصحكم 4 كيلو وما فوق. إذا عندكم أصغر عادي، امسكوا الأصغر. أي شيء متوفر عندكم استعملوا. أول حركة رح نعملها، أوكي، مبتدئين فيكم تعملوا اللي بلخبطوا، إذا الحركة صار فيها حركة، إذا الحركة كان فيها أكثر من شيء، اعملوا هيدا التمرين، اعملوا سكوات، بعدين اطلعوا لفوق، أوكي؟ هاي، if you don't have coordination، إذا ما عندكم تناسق بالحركات، إذا بتلخبطوا، إذا تحركتوا كثير، أوكي؟ أما if you can، إذا فيكم تعملوا، let's do step squat and press. Squat. And press. حاولوا تتمرنوا علي قبل ما تبتدوا التمرين. Squat and press. لأنها مبينة سهلة بس بتلخبطوا فيها إذا ما تمرنتوا. شايفين؟ Step. Do squat. نزل squat. سكروا وارفعوها. Step. عملوا squat ورجعوا تاني جهة. بس هي. أوكي، إذا ما عندكم دمبل استعملوا مي، عبر مي عادي. تاني حركة للمبتدئين. Beginner. Single movement. For the chest muscle. للعضلة الصدر. رح نبلش على الارض، ايد تحت قلبي شوي صغيره، رح نطلع على الركاب، من الركاب رح نفرش على اصابع الرجلين، نرفع حالنا لفوق، نعمل ستريتش للظهر، اذا ما فيكم تمدوا الرجل بهذا الشكل وتمدوا الظهر، فيكم تطووا شوي الركاب، بيساعدكم، بترجعوا تنزلوا مثل البلاي، تنزلوا الركاب، ترجعوا على الارض، اوكي؟ بوش على الركاب، اطلعوا كامل، اعملوا ستريتش. إذا ما فيكم تمدوا بنت if you cannot stretch your knees and back to the knees وشان زلو on the floor. Advance أو مستوى متقدم فينا نعمل عندكم two choices، عندنا حركتين or this stretch and down أو هيدي إذا فيكم تعملوها تنزلوا أو تعملوا stretch لفوق مددوا أوكي or push up and stretch. Push up and stretch. All right. So you have choices. عندكم خيارات أي مستوى بدكم تاخذوا الأحسن لكم. ثاني حركة. Third movement. ثالث حركة. حتى ناخذ نرجع تمرين. حنمسكها بهذا الشكل. حناخذ الحوض ورا نطوي الركب شوي. نمد الحوض على ورا. أهم شيء don't do this. Okay? Don't stretch your legs. ما تشدوا الركب رجلكم وتلفوا ظهركم بهذا الشكل. لا. وركب شوي خذوا الحوض شوي شوي على ورا الظهر مستقيم توصلوا على الارض خلوا رجل مطوية ثاني مدوها وهيدي بين keep this one بين رجعوها هون خلوا الظهر مطوية الظهر مشدود and out. اوكي نفس الديدليفت مع الكيك بوك رح نشتغل على ظهر الرجل الخلفية البلوز مؤخرا والاسفل الظهر هيك خلوها مطوية بدلوا ثاني رجل and out. Advanced you can use heavy weight. إذا كنتوا عن جد بدكم إياها تشالنج، لما كنت تحدي نفسكم تسووا الحركة أقوى أثقل، حطوا أوزان بالرجل أو الساند باك أو امسكوا بإيدكم وزن ثقيل. كيك
انا اوكي هذه الحركه بعد هي باك دبل ظهر جالس خلي الرجل مطويل ومده الثاني انت كاخر حركه راح تكون للظهر عبر الظهر راح نمد الايدين بهذا الشكل والرجلين نحاول نطلع نعمل هول بس راح نثبت هول اذا بدكم اياها اصعب حاولوا تثبتوا الحركه هيك This is advanced. If you can, just stop it. إذا ما فيكم هون، إذا هي صعبة عليكم، حطوا إيديكم هون. أهم شيء الرقبة ما تكون هيك. Don't do this. خلوا الرقبة مستوى السباين وشدوا اطلعوا مرات الصدر والرجل مشدودين لفوق كامل، ما تطووا straight. Okay? Hold it. شدوا اللي فيكم and hold. من هون. That's it. هون هن الأربع ثمانية. Okay? Yeah. After the details. بعد ما اعطيكم تفاصيل التمارين خلونا نعمل التمرين. الموسيقى تبع التباتا كمان تساعدنا على التايم، كمان نعرف التايمر. Breathe. يلا you can do this. فينا نعملها. Let's do it together. 7 6 get ready. Okay, let's go. Side to side or squat. تحت press. Thank you.
ماني مفهوم هون. If you are not, challenge yourself. Let's go. Third round. عم تتنفس. شوفكم الجمعة الجاي بتمارين تباتا تاني.